السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف التاسع الأساسي في درس جديد من دروس مبحث العلوم والحياة والذي يبث عبر قناة روافد التعليمية، ودرسنا لهذا اليوم بعنوان الجهاز الدوراني، ويتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تعدد أعضاء الجهاز الدوراني، أن تصف تركيب القلب ان تذكر بعض العوامل المؤثره على نبضات القلب ان توضح على الرسم تركيب الاوعيه الدمويه ان تقارن بين وظيفه كل من الشريان والوريد من حيث التركيب واخيرا ان تذكر خصائص الشعيرات الدمويه تعلمنا سابقا ان كل خليه من خلايا الجسم تحتاج الى المغذيات والاكسجين لانتاج الطاقه وينتج عن ذلك فضلات وغاز ثاني اكسيد الكربون ولا بد من التخلص من تلك المواد فما هي وسيله النقل داخل جسم الانسان انه الجهاز الدوراني هيا بنا لنتعرف على الاعضاء المكونه للجهاز الدوراني يتكون الجهاز الدوراني من القلب والاوعيه الدمويه والدم ولنبدا بالقلب انظر الى الصوره ولاحظ شكل وحجم القلب ان القلب عباره عن عضله مجوفه مخروطيه الشكل بحجم قبضة اليد، يحيط به غشاء التامور ويضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، ولكن ما أهمية غشاء التامور؟ انظر إلى الصورة جيدًا ولاحظ كيف يحيط غشاء التامور بالقلب وحاول الإجابة عن السؤال، بالفعل إن وجود غشاء التامور يحمي القلب من الصدمات ويسهل حركته والان لنتعرف على تشريح القلب من الداخل يقسم القلب طوليا الى نصفين ايمن وايسر وبينهما حاجز عضلي ويتالف القلب من اربع حجرات هي الاذين الايمن والاذين الايسر والبطين الايمن والبطين الايسر ويفصل بين كل اذين وبطين صمام حيث يفصل بين الاذين الايمن والبطين الايمن صمام ثلاث الشرفات بينما يفصل بين الاذين الايسر والبطين الايسر صمام ثنائي الشرفات ولكن ما اهميه تلك الصمامات لاحظ حركه الدم داخل القلب ان الصمامات تسمح للدم بالانتقال من الاذين الى البطين فقط وعدم عودته انت تعلم عزيزي الطالب ان القلب ينقبض لتوزيع الدم على جميع انحاء الجسم فكم يبلغ متوسط عدد نبضات قلب الإنسان البالغ؟ نعم، 72 نبضة في الدقيقة، ولكن هذه القيمة قد تتغير من وقت لآخر، فما العوامل المؤثرة في عدد نبضات القلب؟ يتأثر عدد نبضات القلب بعدة عوامل، مثل: العمر فمعدل نبض القلب عند الطفل يختلف عنه عند الانسان البالغ ويختلف ايضا عند كبار السن ومن العوامل المؤثره على عدد نبضات القلب ايضا الحاله الصحيه كالاصابه ببعض الامراض وايضا الحاله النفسيه كالخوف مثلا ومستوى اللياقه البدنيه ننتقل الان الى العضو الثاني من اعضاء الجهاز الدوراني وهو الاوعيه الدمويه هناك ثلاثه انواع منها في جسم الانسان هل تعرف ما هي احسنت انها الشرايين تلك التي تظهر باللون الاحمر والاورده التي تظهر باللون الازرق وتصل بينهما الشعيرات الدمويه هيا بنا لنتعرف على تركيب ووظيفة كل وعاء. أولًا، الشرايين يتكون جدارها من ثلاث طبقات من الأنسجة، هي نسيج ضام، وعضلة ملساء، وطبقة طلائية. ولكن ما وظيفة الشرايين؟ ممتاز، إنها تنقل الدم من القلب الى جميع انحاء الجسم اي بعيدا عن القلب ولكن ما نوع الدم في الشرايين هل هو دم مؤكسج اي غني بالاكسجين ام دم غير مؤكسج ان جميع الشرايين تحمل دما مؤكسجا ما عدا الشريان الرئوي وبعد ان تعرفت على تركيب الشرايين اجب عن هذه الاسئله اولا فسر يتمكن الشريان من تحمل ضغط الدم الناتج عن انقباض القلب انظر الى صوره الشريان وحاول الاجابه ان الدم عند خروجه من القلب يندفع بقوه ويضغط على جدار الشريان فما الذي يساعد الشريان على تحمل ذلك الضغط احسنت لانه يمتلك عضله ملساء سميكه تتحمل ضغط الدم السؤال الثاني هل تحتوي الشرايين على صمامات كما تلاحظ في الصوره فان الشرايين لا تحتوي على صمامات لان الدم يندفع بقوه ضخ القلب له النوع الثاني من الاوعيه الدمويه هو الاورده انظر الى صوره الوريد واذكر عدد واسماء الطبقات المكونه له كما تلاحظ فان جدار الوريد يتكون من ثلاث طبقات من الانسجه ايضا كالشرايين وهي نسيج ضام وعضله ملساء وطبقه طلائيه وما هي وظيفه الاورده فكر جيدا ممتاز ان الاورده تعمل على اعاده الدم من الجسم الى القلب وهي عكس وظيفه الشرايين وما نوع الدم الذي تنقله الاورده اجابه رائعه جميع الاورده تحمل دما غير مؤكسج ما عدا الاورده الرئويه فهي تحمل دم مؤكسج وتنقله من الرئتين الى القلب ولكن ما القوه التي تدفع الدم داخل الاورده من جميع انحاء الجسم الى القلب يتحرك الدم في الاورده بمساعده حركه عضلات الجسم والصمامات الموجوده فيها حيث تضغط عضلات الجسم على الاورده فيتحرك الدم وتساعد الصمامات الموجوده في الاورده والتي تسمح بمرور الدم باتجاه واحد نحو القلب فقط وعدم عودته الى الخلف والان قارن بين تركيب كل من الشريان والوريد ماذا تلاحظ احسنت العضله الملساء في الشريان اكثر سمكا من العضله الملساء في الوريد قارن الان من حيث التجويف ايهما اكثر اتساعا انت رائع تجويف الوريد اكثر اتساعا من تجويف الشريان واي الاوعيه الدمويه يحتوي على صمامات؟ ممتاز، تحتوي الأوردة على صمامات بينما الشرايين لا تحتوي على صمامات. النوع الثالث من الأوعية الدموية هو الشعيرات الدموية. من اسمها شعيرات، إذًا هي أوعية دموية دقيقة أي رفيعة جدًا، يقل قطرها عن 10 ميكرون، ويتكون جدارها من طبقة واحدة من الخلايا تسمى طبقة طلائية، وهي محاطة بغشاء قاعدي. كما تلاحظ في الصورة، فإن الشعيرات الدموية تتوزع على شكل شبكة في أنسجة الجسم، وتربط بين الشرينات والوريدات، أي بين الشرايين والاورده الصغيره ولكن ما هي وظيفه الشعيرات الدمويه انظر الى الصوره التي تبين مرور شعيره دمويه بين خلايا انسجه الجسم ماذا يحدث هنا الذي يحدث هنا هو عمليه تبادل المواد بين الدم والخلايا حيث تزود الشعيرات الدمويه خلايا الجسم بالاكسجين والغذاء وتخلصها من ثاني اكسيد الكربون والفضلات الناتجه عن العمليات الحيويه بينما في الرئتين فان الدم المار في الشعيرات الدمويه يتزود بالاكسجين ويتخلص من ثاني اكسيد الكربون بعد دراستنا للاوعيه الدمويه هيا بنا لنقارن بينها في جدول اولا من حيث التركيب هل تذكر مما يتركب كل وعاء دموي احسنت يتكون جدار كل من الشرايين والاورده من ثلاث طبقات من الانسجه هي نسيج ضام وعضله ملساء وطبقه طلائيه بينما الشعيرات الدمويه فيتكون جدارها من طبقه طلائيه محاطه بغشاء قاعدي ومن حيث وجود الصمامات تجد ان الشرايين لا تحتوي على صمامات بينما الاورده تحتوي على صمامات اما الشعيرات الدمويه فلا يوجد بها صمامات ومن حيث التجويف نجد ان تجويف الشريان أقل اتساعا من تجويف الوريد بينما الشعيرات الدموية فهي ضيقة جدا ويقل قطرها عن 10 مايكرون ومن حيث الوظيفة فإن الشرايين تنقل الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم أما الأوردة فتعيد الدم من الخلايا إلى القلب بينما الشعيرات الدموية تربط بين أدق الشرايين وأدق الأوردة، وتعمل على تبادل المواد بين الدم والخلايا. ومن حيث نوع الدم، فإن جميع الشرايين تحمل دم مؤكسج ما عدا الشريان الرئوي، أما الأوردة فجميعها يحمل دم غير مؤكسج ما عدا الأوردة الرئوية. بينما الشعيرات الدموية تجد أن الشعيرات الشريانية تحمل نسبة كبيرة من الأكسجين، أما الشعيرات الوريدية تحمل نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. أعزائي الطلاب، في نهاية درسنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد نلتم قدرا من العلم والفائدة، وإلى أن ألقاكم في درس جديد، أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.